حول 120,000 صحابي، لا يقف ولا واحد منهم مع علي. لماذا من 120,000 من الصحابة لا نجد ولو مقدار بسيط وقف مع علي عليه السلام؟ الجواب الأول، هذا الرقم عليه تحفظ. نتفق أن عدد الصحابة الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وآله 120,000، هذا محل اتفاق، لكن لا نتفق أن 120,000 كانوا مشتركين في الأحداث. هذه الأحداث التي حصلت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله حصلت أين؟ في المدينة، في المدينة المنورة. جيد. باقي المسلمين متفرقين. فعندما نسأل أو نثير هذا الإشكال، الحديث فقط عن سكان المدينة المنورة من 10,000 إلى 20,000، لا أكثر، هذا عدد سكان المدينة في ذلك الوقت. مع ملاحظة شيء، هؤلاء 90% فيما بعد لما وصلهم الخبر أن النبي صلى الله عليه وآله استشهد وأن عليا أزيل عن الخلافة وأحداث السقيفة والهجوم على الدار، ثاروا على الحكم الجديد ورفضوا البيعة ورفضوا إعطاء الزكاة لهذا المدعي. فما الذي جرى؟ ذاك الرجل جمع جيشا وقاتلهم، والتاريخ حرف هذه الحرب من كونها حرب ضد المعارضين والمتمسكين بقضية الغدير إلى حرب المرتدين. الجواب الثاني، حتى عندما نتحدث عن 10% أهل المدينة، فلا نتحدث عن عدد 10 جيش قوامه 10,000، لا، مجتمع، وهذا المجتمع مختلط من جهة الأعمار. زين، كلامنا إذن حول خصوصي رجال مجتمع المدينة. أين رجال المدينة؟ في جيش أسامة، وجيش أسامة في منطقة اسمها الجرف خارج المدينة بكيلومترات. أسامة بن زيد نفسه لم يكن عالما بوفاة رسول الله، سمع أن النبي توفي. متى علم بهذا؟ عندما جاءه كتاب من فلان خليفة رسول الله إلى أسامة بن زيد، قال تعال، متى صار خليفة رسول الله؟ ذلك أسامة رجع للمدينة يسأل، هذا متى صار خليفة؟ خليفتنا الذي بايعناه هو من؟ علي. والعجيب أن أسامة استدل على أبي بكر بحديث الغدير في هذا الكتاب ببيعة الغدير، إذا توجد بيعة فنحن بايعنا عليا عليه السلام. من بقي في المدينة؟ الذين تخلفوا عن جيش أسامة، وهؤلاء ذمهم النبي، بل روي أنه لعنهم، لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. نعم، هنا قد تسأل، لماذا أمير المؤمنين عليه السلام لم يستغل أسامة وجيشه لقتال أصحاب السقيف؟ عرض أسامة هذا على أمير، رفض الإمام، قال هذه الراية عقدها رسول الله بيده لقتال الروم، فلا أكون أول من غير شيئا قام به رسول الله. لا، هذا الجيش الرسول أنفذه لقتال الروم، يخرج لقتال الروم. هذا موقف عظيم من الإمام. الأمر الثالث، هذه القضية لم تكن مدنية، وإنما أصحاب السقيفة استعانوا بقوة ضاربة، هم أعراب كانوا يعيشون حول المدينة، الأعراب أشد كفرا ونفاق، وممن حولكم من الأعراب منافقون. استعانوا بقبيلة من الأعراب اسمها بني أسلم، صارت صفقة بين الطرفين، مفادها أن هذه القبيلة تساعد على استتباب الأمر،
فلذلك لما مرض رسول الله صلى الله عليه وآله خرج الرجل من المدينة ليعطيهم إشارة دخول. لذلك أنت تسمع عندما مات رسول الله فلان لم يكن موجود، أين كان؟ كان يعطي إشارة. هؤلاء دخلوا المدينة متفرقين ويرتدون ملابس عادية كأنهم تجار. بمجرد أن أعلنت وفاة رسول الله خرجوا في المدينة، قاموا بانتشار عسكري وفرضوا حظر تجول على الناس. بعد كل رجل يخرج يجبر على البيعة، أو الرواية هكذا تقول، فيخبطون رأسه. لذلك كل واحد في بيته لا يستطيع أن يتصل بالآخر، لا يستطيع أن يذهب لبيت أمير المؤمنين. هذه الفرقة هي التي حسمت القلب. هذه الفرقة عددها كان 4000 شخص. لذلك أفرغوا المدينة، أجبروا الناس على البيعة، أرغموا المعارضين، ولم يبق لهم إلا من؟ إلا بيت علي بن أبي طالب. فهذه الفئة هي التي ذهبت وحاصرت بيت علي عليه السلام. لا تتعجب إذا سمعت أن الزهراء كانت تستنصر فلا تغاث ولا ينصرها أحد. هؤلاء أعراب أجناف، وبالفعل سلام الله عليه لم تجد لها ناصرا ولا نصر.